فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل لامرأته أنت علي كأبي، أنت علي كأبي، هل يعد من الظهار أو لا بد أن يشبهها بالنساء المحرمات عليه؟ أي نعم، أنت علي كأبي، هذا الظاهر أنه في الإكرام، يعني علي كأبي لك حق علي، يعني نعم ما يصير ظهار هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.